هاي انا مايا احمد واهلا وسهلا فيكم بالحلقه الخامسه من مسابقه وجوه الجمال. اليوم رح تتعرفوا على لوكات المتسابقين لماركه شيسيدو والتحدي هو جرافيك بولد شاين. Body but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your feet. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Pillow talk, my enemy, my ally. Prisoners, then we're free. It's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place to feel the tears, the place you lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and wrong. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise.
أول لوك هو البراء. بلشت اللوك ببرايمر شيمري، وهذا الشيء sometimes بيأثر بشكل مش منيح على الألوان. إذا بدنا نحط ألوان جرافيك وقوية على الوش، فلازم ننتبه من هالستاب. حواجب بيعقدوا، التحديد والخطوط كتير نضاف. برافو عليك براء، كتير قلب اللوك، يعني بهالخطوط اللي عملتها بالليكويد لاينر قلبته لللوك كومبليتلي. اللي حسيته فيها هيك شيز تكنيكال، يعني بتهتم بالتفاصيل الصغيره وبنظافه اللوك. اللوك نظيف كتير حلو. الالوان اللي اختارتهم انترستينج، خاصه الحمراء. انا شخصيا ما كتير بحب الالوان الاورانج، بس صافين حلوين، يعني كله طالع متناسق مع بعضه وزابط وفيري كلين. الأساس اللي حبيتها باللوك تبع براء هو نظافة اللوك، قديش الخطوط نظيفة وواضحة والألوان قوية وظابطة معها، واشتغلت على الفينشينج بشكل حلو. الشيء الوحيد، التعليق الوحيد اللي عندي هو إنه كنت ناطرة أساس يصير شيء. أفيلك like خلص الفيديو بس كنت ناطرة بعدني شو شيء. هلا عم بحضر سارة. من أول ما بلش الفيديو انتبهت عندها موهبة بالإديتينج، وهذا الشيء كتير مهم إذا بتكون تكونوا content creators. هلا عم بحكم على الميك اب بعرف، بس حبيت كثير كيف شوفت البرودكت وعرفتها على البرودكت اللي عم تبلش اللوك. في عندها ارتستيك سايد بالاديتنج تبعه. كمان في الوان الاورانج والكورال بهذا الفيديو، وعم بتحط الحمراء على عيونها يلي هو شيء انترستينج. الميك اب حسيت كان شوي سريع. خيوط، شو بدها تعمل بالخيوط؟ كتير حبيت كيف عملت الابستراكت لوك. هذا اللوك كتير هلا، او هذا النوع من الفن كتير عم نشوفه هلا وكتير دارج. لوك كتير ناعم، كتير بسيط، في ايديا كتير حلوه وفيها كرياتيفيتي، بس في بساطه كمان. فيه القصص اللي حبيتها بهذا اللوك هو نظافه السكين، نظافه الميك اب والبساطه تبعته بنفس الوقت. قديه بسيط، قديه شو حلو، قديه شو مختلف. التعليق الوحيد اللي عندي هو انه كنت ناطره اشوف شوي اكثر بالميك اب، بس عدا عن هيك اللوك كثير حلو وكثير مختلف. وصلنا للمرحله النهائيه، متحمسين تعرفوا مين الرابح بين سارة او براء. القرار كان كثير صعب لانه اللوكين كانوا بعقده وكثير حلوين، بس لازم نختار رابح واحد. فالرابح من مسابقه وجوه الجمال هي درام رول، سارة. ألف مبروك لسارة، وشكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا بهالمسابقة. ما تنسوا تتابعوا صفحة وجوه لتعرفوا وتتسوقوا كل شيء جديد بعالم الجمال.